أهلا بكم، أنا طوني خليفي أحييكم. وصل سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق إلى بيروت مساء أمس، وعلى الرغم من أن السبب المعلن للزيارة هو إحياء ذكرى اغتيال والده رفيق الحريري الذي تم اغتياله في 14 فبراير 2005، إلا أن الكواليس تحمل الكثير. الحريري سيبقى في بيروت لمدة أسبوع، ووفقا لما يتوفر من معلومات سيكون محور عمل تيار المستقبل الذي يرأسه الحريري هو الحشد من أجل إحياء ذكرى والده، إلا أن مصادر تؤكد أن هناك ضغوطا على رئيس الوزراء الأسبق من أجل إنهاء اعتكافه السياسي والعودة إلى الأضواء من جديد. فماذا يدور في الكواليس؟ وهل هذه الزيارة ستشهد على عودة ممن كانوا يعرفون في السابق بأنهم صقور تيار المستقبل والمدافعين عنه وبشراسة وعن رئيسه لمدة سنوات مضت رغم كل الضغوط والتهديد بالاغتيالات وهم اليوم مبعدون؟ هل بعد هذه الزيارة سيعود الصقور إلى مقرهم في بيت الوسط أم ستبقى الأمور على ما هي؟ من بيروت أحد هؤلاء الصقور، الدكتور مصطفى علوش وعضو مجلس النواب اللبناني سابقا، معنا مباشرة في هذه الفقرة. دكتور مساء الخير وأهلا بك. مساء النور أستاذ توني، يسرني أني ألتقي فيك عبر الأثير، وبالتأكيد شكرا لاستضافتك. شكرا دكتور. عادة الرئيس الحريري له كم سنة بيجي مثل هالوقت على بيروت لإحياء ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ولكن هذه المرة هناك كلام كثير عن هذه العودة. يقال إنه ممكن تكون هذه العودة هي بداية عودة عن الاعتكاف السياسي، ما هي معلوماتكم قبل أن ننتقل للسؤال الآخر؟ هل ستكون هذه الزيارة أيضا بداية إعادة لم الشمل بينكم وبين تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري؟ طبعا السؤال الأول أنه شو المعلومات، هذا بيعني أنه هناك تواصل. أنا بالنسبة لي التواصل انقطع بشكل كامل بعد بضعة أيام من انتخابات 2022، وعمليا يعني الانقطاع كان متبادل، كان من جهته ومن كان من جهتي، وأيضا على حتى على المستوى الشخصي فقدت العلاقة بشكل كامل، فلهيك ما عندي أي معلومات ولا حاولت أني أستقصي أي معلومات بهاللحظة هذه. لكن بالنسبة للاستنتاجات اللي عندي أو على الأقل توقعات، الظروف اللي أعلن عنها سعد الحريري كسبب لاعتكافه ما تغير، والأسباب طبعا معلنة، والأسباب غير المعلنة أيضا ما تغيرت كثير بخصوص عدم عودته أو اعتكافه على العمل السياسي. لكن هذا ما بيعني أنه أنا كان قناعتي أنه حتى ولو كان في هناك اعتكاف لا يحق لسعد الحريري اللي كان معه مئات ألاف المناصرين وعنده شخصيات سياسية وقفت معه بالسراء والضراء وبعضها استشهد على الطريق والأسماء أصبحت معروفة، وكلاتهم سوا كانوا مستعدين يفدوا ذكرى رفيق الحريري وسعد الحريري أيضا بدون أي تردد. فحق هؤلاء أنه كان يبقى سعد الحريري معهم أو على الأقل يسلم الرأي إلى من وقفوا يعني جنود لتيار المستقبل على مدى سنوات طويلة. هذا الشيء ما حصل. هلأ بهاللحظة هيدي السؤال، طبعا الناس تنتظر سعد الحريري، طبعا هناك محبين يفوق عدد أي شخصية سياسية على الأقل على مستوى رئاسات الحكومات بتاريخ الحكومات اللي مرقت والزعامات أيضا على المستوى السني على الأقل. لكن السؤال أنه العاطفة لا تكفي بالسياسة، نعرف أنه ربما العواطف بعض الأحيان تكون عكس السياسة. اللي عم دور عليه واللي بحاجة له على المستوى اللبناني الوطني بغض النظر عن الطوائف
هو رجال ونساء دولة قادرين يكون عندهم مشروع وعندهم المصداقية لحتى يقدروا يقوموا بعملية إنقاذ، بعتبر أنا إنقاذ من ناس على حافة الوفاة. البلد هو على حافة الوفاة، والاشتراكات الخطيرة الحاصلة تحتاج إلى عقلية جراح مش إلى عقلية مطرب. فبدنا نطلع من جو الطرب وجو العواطف ونروح إلى رؤية، هل هناك لدى سعد الحريري في جامعته حلول، وهل هناك ولكن أيضا مشروع أقليمي؟ ولكن أريد أن أتوقف معك دكتور، وأنت جراح أيضا، عندما قلت اليوم الوضع في لبنان بحاجة إلى عقلية جراح وليس إلى عقلية مطرب. إذا سلمنا جدلا بأنك أنت صاحب عقلية جراح بناء لأنك دكتور جراح أيضا، من هو بعقلية المطرب وراء سعد الحريري اليوم والذي أوصل به إلى ما أوصل إليه، مع احترامنا للمطربين طبعا؟ طبعا أنا دائما يعني أنا مغرم بأم كلثوم، وبعتبر أن أعظم شخصية ربما مرقت على العالم العربي، تفوقت حتى على جمال عبد الناصر. لكن أم كلثوم ما كان بس تغني لحالها، كان هناك تفاعل من الجمهور معه، وكلما قالت آه كلما ردد الجمهور آهات معه وكلما استفادت. هيدا بالتأكيد بالفن والانطباعات قضية ضرورية ومفيدة ومهمة، لكن مقابل الإبداع الفني هناك حاجة لرؤية تخطط وتدرس المخاطر وعندها حلول جذرية وقد لا تكون شعبية. وأنا دائما بأكد أنه بوقت الأزمات، وهذا الحياة مش يعني بالنسبة لي أنا من دراسة الشؤون السياسية ودراسة الفلسفة السياسية على مدى سنوات طويلة، أنه وقت الأزمات الخطيرة والحيوية تحتاج أي منظومة إلى شخصية مكروهة بعض الأحيان، لأنها تحتاج إلى القيام بأمور خارج المشاعر الجماهيرية وخارج ربما الإحساس اللي هو بده يفيدهم، بيقوم بواجباته أو بتقوم بواجباتها، ومن بعدها بس يصير الإصلاح ربما يسقط أو تسقط بالانتخابات أو بحيازة دكتور بحاجة لشخصية تضحي بشعبيتها من أجل الإصلاح. دكتور علوش، اليوم هناك بعض التسريبات وخصوصا ممن زاروا المملكة العربية السعودية مؤخرا تقول بأن المملكة العربية السعودية قد ترى بأن لا مشكلة بعودة الحريري إلى الحياة السياسية إذا كانت تتطلب المرحلة المقبلة والمفاوضات القادمة وعملية السلام المزمع عقدها قريبا كما يقال، عودة الحريري إلى السلطة. فهل لديك أي معطيات حول هذا الموضوع؟ لا، الحقيقة هيدي قد تكون بمجال التمنيات أو قد تكون حقيقة. القضية هي اللي بأكده أنه لم تطلب السعودية أبداً من سعد الحريري أن يترك الحياة السياسية أو يخرج من الحياة السياسية. هناك ظروف هو أعلن عنها، ولم يذكر المملكة العربية السعودية مع الموضوع، ولا على علمي من الناس اللي التقيت فيهم على مدى السنوات الماضية أنه كان في طلب أو تمني حتى على سعد الحريري من أمل السعودية أن لا يعود إلى العمل السياسي. أما أن يكون هناك مشروع ينتظر وهو المفروض أن يكون موجود حتى يقوم فيه، هذا الأمر أنا بالنسبة لي بهاللحظة هذه هو بعالم الغيب. والقضية نحن هلأ لا يزال دخان المعارك يتصاعد، نعم، والأمور إلى المزيد من التصعيد. طيب السؤال، قد يكون هناك شيء بآخر النهار. دكتور علوش، السؤال الأخير، هناك مثل لبناني وربما عربي أيضا يقول الدم ما بيصير مي، يعني قد ما الخلافات تكبر الدم ما بيصير مي، خصوصا انكم انتم وآل الحريري وتيار المستقبل دفعتم دماء مشتركه، سالت دماءكم بين التضحيات وبين الاغتيالات وكل ما هذا مع بعض. هل سيعود او ستعود المياه الى مجاريها؟ هل ممكن ان تقوم بمبادره اتصال او بمحاوله اتصال للقاء الرئيس الحريري بعد كل هذا الغياب ومحاولة عودة الأمور إلى مجاريها مجددا؟
توني القضية مرتبطة بشبهة سعد الحريري، في جزئين، في الجزء الشخصي وهو بيعرف شو اللي لازم يعمله، وفي الجزء اللي على المستوى السياسي وبدنا نشوف شو المشروع السياسي المطروح. إذا كان هناك حقيقة محاولة من قبل لإصلاح الجزء الشخصي فالمبادرة بإيده، قد تصطلح الأمور على المستوى الشخصي، أما على المستوى السياسي فعلينا أن ننتظر. أنا يعني الهم الأساسي هو هل هناك مشروع عند سعد الحريري يقدر يكون بحجم ويشبه اللي عنده نعم. رفيق الحريري والده الشهيد. دكتور علوش، هل لديك الجرأة أن تقول من هو الشخص الذي أوقع بينك وبين سعد الحريري؟ هو جملة من الأمور حقيقة أنا كنت مزعج، بعترف يعني أنا السياسيين اللبنانيين ما بيحبون يكون على جنابهم شخصيات ما يعني ما تمدح كل الوقت وتصوب على الخطأ اللي أنا بشوفه، طبعا يمكن أنا أكون مخطئ. كمان أسابت كثير من الحفائز الفاسدين الموجودين والمغلبين، وايضا ما كنت متسامح مع يعني مع الشيء اللي بدي اقوله حتى وجودهم بشكل مباشر. بس انا ما بعتبر انه هذا الشيء زعلان عليه او متردد منه. اذا سمع سعد الحريري او اي سياسي اخر للناس اللي معروفين انهم هن ملوثين بالفساد فالمشكله عنده، وهذا اللي قلت له اياه انا مره. اما اذا اراد ان ينظر الى لوك جديده تتناسب مع المرحله فهو كمان عليه الخيار انه يختار، مش بالضروره في عشرات الناس اللي مثلي ممكن انها توقف معه، لكن الفرق الوحيد انه انا ما بقى طامح لاي موقع سلطوي بهالخصوص. دكتور مصطفى علوش، عضو مجلس النواب اللبناني سابقا، كنت معنا من بيروت، شكرا لك على هذه المداخلة.